sit like that and just existing. And we were here to do something about the door. No.
الحكومه بتتحكي لكن ما بتستخدمش في الاستخدام الوسط عشان تطلع بذات فرق من بعد من الوصفه وتروح على الكابينت او على مصدر وزر وتساعد عليه ان هو السوق اللي موجود فيها يتحايل ويكون مخيله وشغله اللي كان هنا ايه ما يتراكمش جوه Thank you.
exit control rooms. Exit control يعني يعني على حسب بقى اللي هو كل درجه في المرحله الثانيه اللي هو بعد القطاع الجزء التعديليه على حسب بقى اللي هو كل درجه الظروف اللي جت في الباشن تشامبر دي كانت فترات صغيره كان في تيرمينسز كان في سكوير على حسب بقى اللي بيحصل هل في ميكسنج جاي ولا لا كل ما كان الميكسنج مور افيشنت كل ما كانت المرحله الثانيه هي الخياره وبالتالي هنا ما يبقاش في عندي مرحله ثالثه اللي هي بيسموها تشيل كومباشن اللي بيبقى فيها عندي حي يعني بطيء جدا وبيحصل في نهايه الهاتشوف تماما استفاده منه اللي كانت تكون هي صغيره جدا عشان كده لو ركزت الكومباشن بتاعي في الستيج الثاني اللي هو الميكسنج بما يكفي فقط ان انا اعمل ديسيشن الكومباشن من غير ما عندي اي حكم ولا ابعاد هذا النظام والباقي يبقى كله في اللي هو الميكس كنترول كومباشن بوكس هنا ايه لو اتحرك كله في المرحلتين دول يبقى السايكل بتاعي ايه مورفش يبقى مورفش هنا طبعا على حسب ما هنشوف كده هنا بقى التايمنج بتاع الايجيبشن ده مهم جدا التايمنج بتاع الايجيبشن مهم جدا ان انا على حسب ما انا عايز البيك بتاعي القمه بتاعي القمه الاخرى بتاعت الدرجه في الليل انا بغير من وضع بدايه الحرب يعني ناخد زي ما بعدين قبل كده قلنا ان عاده عشان يبقى الاكسبانشن بروسس مور افيشن بيبقى عاده بنخلي الماكسيمم بريشر بقدر الامكان تغير من طول السنتر على بعد من 12 ل 20 درجه من 12 ل 20 درجه هنا بنحاول نخليها في هذا المكان للاسف احنا لو ضغطنا الانجكشن بهذا الشكل على السرعه مثلا لو بتاكل عند 2000 لفه او عند 1500 لفه لو ما طلعت سرعه عن كده فبص الاقي لو انا ما غيرتش التوقيت بتاع الحق فبص الاقي البريشر الماكسيمم بريشر يبقى اقل ويبعد عن ايه؟ عن التوب سنتر الماكسيمم بريشر اقل ايه ويبعد عن ايه؟ التوب سنتر ليه؟ لان هنا عندنا سرعه الانجن بالنسبه لعدد الرانك اند في الوقت في الزمن بتبقى كتيره جدا لما بسرعه بتزيد وبالتالي هنا الوقت الجاهز بالملي سكند عشان تحصل الاكشن يبقى هو تقريبا فبالتالي هنا هياخد وقت اطول يعني معنى كده ان كميه الوقود هتتحرك بدل كميه كيلو بتبقى يعني او معنى ساعه تاخد وقت اطول من كميه كيلو فهيتاخر بدايه الكومبشن فبالتالي هي الماكسيمم بريشر هيبقى ايه؟ هيبعد عن التوب من هنا بقى بتيجي اهميه اللي هو الانجكشن تايمنج الانجكشن تايمنج هنا كل ما انا كل ما السرعه بتزيد محتاج ان انا اعمل ايه؟ بعمل انجكشن ادفانس بعمل ايه؟ انجكشن ادفانس من هنا بحاول ان انا اخلي كل ما السرعه بتزيد ان انا ابعد ايه؟ بدايه العقل عن الجيوب سنتر شويه عشان ابقى ضامن ان انا بقرب الماكسيموم بريشر من ايه؟ من الجيوب سنتر هنا طبعا يبقى الانجكشن تايم ده مهم جدا ده بالنسبه لايه؟ بالتالي هنا كمان عندي الوجود اللي عندي بالنسبه للديزل انجن من ضمن الحاجات الاهمه جدا في المشاكل في الاحتراق فيها ان انا عندي الوقت كل ما بزيد السرعه بتاعت المحرك الوقت المتاح لعمليه الميكسنج والديفابوريشن والكلام ده بتبقى قليل جدا عشان كده بيبقى احتمال بيبقى عندي عشان اكل عليه.
يعني انا كنت
الفيلم اللي اتفرج عليه كويس جاسم اللي هو بيسموه جول وينشن. جول وينشن جول وينشن يعني ايه؟ يعني عندي الحقنه نفسها وسط الجدار هي من الموضوع الكبير اللي راح تحت الجدار، والجدار طبعا فضل في حته في المحرك يبرد الوقود، وبالتالي هنا ما بقاش مهيئ ان هو يحتاج احتراق تاني، وبيطلع ايه؟ بيطلع الاحتراق كله بيطلع بشكل ايه؟ شوف وده بيحصل عند الفيري هايبرد، وبيحصل كمان في بدايه الحقنه. بدايه الحقنه دي بقينا ايه؟ لسه
oye, ya que andan, ya tenés que comprar transaction, y el CEO no es, ah, o sea, على فكرة المحاضرة الجاية اللي جاية بقى